بدأت وزارة التربية والتعليم منذ الأسبوع الماضي في تنفيذ خطة مدروسة لإخلاء المدارس التي لم تعد أوضاعها الإنشائية مناسبة لاحتضان الطلبة، وفي هذا الإطار بدأت الوزارة في تنفيذ الحلول البديلة لنقل الطلبة إلى مدارس أخرى وتوفير المزيد من المقاعد الدراسية لضمان حقهم في التعليم. وتم ذلك في التواصل والتوافق بين وزارة التربية والتعليم وأعضاء السلطة والنواب والبلديين وأولياء الأمور. في نشرة سابقة أكدت الأستاذة فاطمة شاهين البعينين مديرة إدارة التعليم الابتدائي أنه تم تبليغ أكثر من 5000 طالب بعملية نقلهم من مدارس الإخلاء إلى مدارس أخرى. طبعا بتوجيه من سعادة الوزير التربية والتعليم وضعت وزارة التربية والتعليم خطة تشغيلية متكاملة. هذه الخطة التشغيلية يشرف عليها ويتابعها وكيل الوزارة للموارد والخدمات ومجموعة من مسؤولي وزارة التربية والتعليم. هذه الخطة يشارك في تنفيذها جميع إدارات وقطاعات الوزارة، من قطاعات وإدارات التعليم والإدارات المساندة كنظم المعلومات، إدارة الخدمات، إدارة التخطيط، إدارة المناهج، جميع إدارات وزارة التربية والتعليم. أيضا هذه الخطة موقوتة بزمن معين، فلها أجزاء كل جزء منها يجب أن ينجز في فترة زمنية معينة، وفعلا بدأنا في الإنجاز. مثلا عندنا أولا تم تبليغ أكثر من 5000 طالب بأنه تمت عمليات نقلهم من مدارس الإخلاء إلى مدارس أخرى. أيضا تم تسليم أكثر من 500 معلم قرار نقلهم من المدارس إلى مدارس أخرى.